عرف السومريون الأوائل الهرب أو القيثارة والمزهر طويل العنق في احتفالات آلهة الشمس والحرب والخصوبة والعبادة. كان الكهان يكتبون نصوص الصلوات والتراتيل المصاحبة للصلوات، وكانت الموسيقى سرا من الأسرار لا يطلع عليها غير الكهنة. ربما اطلع عليها هذا العواد العراقي الواسطي بالتخاطر والتواتر. نصير شمه. في أجواء قاهرية عربية فاطمية صميمية يعيش الآن، ولسان حاله يردد: خفف الوطأ فما أديم الأرض إلا من تراب تلكم الأجساد. عواد عراقي واسط انتزع إعجاب العالم وأسس بيتا للعود، سقفه وجداره من أوتار لا غير. عندما يعزف فإن الخيال ينساب معه، والأذان تصغي وتسيح مع نداءات تجتاز أمكنة عتيقة ودافئة وقصية من بغداد إلى القاهرة ومراكش، ثم أعلى أبعد فوق إلى برشلونة الأندلسية. أنا لا أقف على الأطلال بقدر احترامي لكل ما أنجز من إنجاز تراكمي عظيم، بقدر احترامي ومعرفتي بقيمة هذا الإنجاز. لذلك أراني متوقفا دائما عند يعني أنه ماذا نفعل أمام كل هذا الجمال وأمام كل هذا العطاء اللا متناهي من قبل كل الأشخاص الذين ساهموا ببناء ما يسمى بالعراق، ببلاد الرافدين. هو خلاصة السومريين، يبني دائما في أحلام يقظته علاقة أثيرية مع عازف عود كان يراه ويتبع خطواته. إنه ذات العازف السومري الذي يظهر على الألواح والرقم واللقى الطينية. إنه خلاصة السومريين وما تلاهم من حضارات متعاقبة. الأمكنة تعزف من حوله. لينا الطيبي زوجته الشاعرة السورية من مقام شهبازة، ليل ابنته من مقام المجر الكبير، والنساء عنده مقامات ولسن نوتات. الموسيقى إحدى أهم واجهات أي شعب، بالتالي في الفترة الأخيرة ربما انحصر اهتمام الناس، وهذا شيء طبيعي نتيجة الظروف اللي يعيشوها. لكن أنا يعني لدي مشروع كبير في إعادة دور الموسيقى في المجتمع العراقي والإسهام بانتشار الموسيقى الحقيقية، الموسيقى اللي تجعل الإنسان أفضل، والموسيقى اللي تساهم في بناء من الداخل، الموسيقى اللي تدفع إلى الحلم، إلى الرغبة في العيش، إلى التأمل، إلى العلاقة اللي تأسس علاقة بين الإنسان وبين ربه. هذه الموسيقى اللي أنا مؤمن فيها. أنا غير مؤمن بالموسيقى الأخرى التي تفسد هذه الأشياء نفسها اللي الموسيقى الجيدة تعمل على بنائها. فهذا مشروع سيحتاج كل المبدعين العراقيين والعرب الذين والآخرين من كل مكان بالعالم لانتشار الموسيقى في أقصى قرى العراق وزحفا على المدن وزحفا على العاصمة. هو بين العواصم الإناث يتنقل حاملا عوده الرجل، يداعبه فينهال التاريخ موسيقى. وهو في أعتاب الألفية الثالثة
لا يزال يصغي لذلك العزف النائي البعيد الذي يبثه عواد سومري عن بعد. ثمة تخاطر بين الاثنين، يتعالى الصوت في أغوار نفسه البعيدة ويتعالى. أخيرا لقد قرر العودة إلى بلاد الرافدين. نصير شهر.